والآن موعدنا مع تكريم إحدى الشخصيات المؤثرة في العمل الاجتماعي، هي رئيس مجلس إدارة جمعية بيت النوبيات، حصلت على بكالوريوس المعهد العالي للدراسات التعاونية بالإضافة إلى دبلومة المحاسبة وإدارة البنوك ودبلومة في الدراسات الإسلامية. تقلدت منصب مدير عام إدارة إحدى المؤسسات، وهي عضو بالعديد من المؤسسات والنقابات كالنقابة العامة للعاملين بالبنوك والأعمال المالية والتأمينات الاجتماعية والاتحاد الإفريقي للجمعيات الأهلية. هي عضو في مركز الكلمة لحقوق الإنسان، وكذلك عضو في مجلس إدارة جمعية الهجرة والتنمية البشرية بالمعادي، وهي أمينة المرأة عن حزب الحرية المصري حي عبدين، كما إنها الأمين العام المساعد لحزب الشعب الديمقراطي عن محافظتي القاهرة والجيزة. نرحب بالأستاذة الفاضلة فايزة مصطفى علي. أولاً بشكر الجامع الجميل، القامات الجميلة اللي قدام مني، قامات الصامقة، وبشكر في الأول رئيس مجلس إدارة جمعية عافية والأستاذ عوض الأسواني طبعاً أخونا الشاعر، وبشكر جميع القائمين على هذا الحفل الجميل، وبتمنى أن إن شاء الله تكون ليالي النوبة كلها أفراح، ومصر طبعاً مصر أم الدنيا وقد الدنيا زي ما رئيسنا قال، فبقول تحيا مصر وتحيا النوبة وتحيا جميع الجمعيات وجميع الأندية وجميع الشعب المصري، وإن شاء الله نتقابل كلنا في الخير. وبكرر شكري وامتناني وتقديري لجمعية عافية على الجهد الرائع اللي هم قايمين بيه ده، يعني فعلا يعني في ناس نرفع لها قبعة، يعني ما مش ممكن يعني ما نعرفش الاسماء كلها، بس على الاقل واضح جدا الشغل اللي هم عاملينه. فانا بكرر شكري لجميع الحضور وجميع الاخوه القائمين على الجمعيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مش هيطلع عليك.